مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. إلى سوريا المغتربة عن الموطن، عن المنشأ، عن الجغرافيا، عن الذكريات، عن الحنين، إلى سوريا التي أجبر أبناؤها على أن يذوقوا مرارة الغربة. نستضيف اليوم شاعرا سوريا تذوق ألم ومعاناة الهجرة عن موطنه واللجوء إلى بلد عربي قريب، لكن مرارة وغصة اللجوء تبقى حاضرة في قلبه وفي مخطة من قصائد. ضيفنا لهذه الحلقة من بيت القصيد، معنا من لبنان عبر سكايب الشاعر السوري الأستاذ محمد جميل زكريا. مساء الخير أستاذ محمد، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم، أشكركم على استضافتي في قناتكم الكريمة. نشكرك أيضا لتلبيتك دعوتنا، ودعنا نبدأ بسؤال يعني نسأله لكثير من شعراء سوريا. حدثنا عن مرارة اللجوء من تلقاء تجربة شعورية لشاعر لا يزال يعاني من لجوئه، تفضل. ملخص ما ذكرت في قصيدة لي بعنوان يا دار. نعم، حدثني قبل القصيدة أولاً عن الفكرة أستاذ محمد، فكرة اللجوء بوجدان الشاعر، لسيما وأنه يرى وطنه على مرمى حجر من عينيه ويصعب عليه الوصول أو العودة، تفضل. شيء مؤلم جداً أن لا يفصلك عن ترابك وعن أرضك وعن أهلك كيلومترات بسيطة، وأنت لا تستطيع أن تشم ثرى أرضك وأن ترى أهلك. واقع مؤلم مرير جدا. طيب ماذا عن فكرة القهر الكتابي في الكلمة؟ هل الشاعر حينما يعيش تجربة قهر حقيقية في واقعه تنعكس كذلك وطأتها وسطوتها على النص الشعري الذي يكتبه؟ لا شك في ذلك، لأن نور الإلهام لا يبزغ إلا في حالتي الفرح والحزن، أما القريحة فتجمد في حالة التوتر والقلق. معظم الشعراء المهجريين اتصف شعرهم بالسوداوية والحزن نظرا لبعدهم عن تراب وطنهم. لا شك بأن الوضع الذي يعيشه الشاعر يفرض عليه نوعا من الصور في شعره ومن القصائد المعينة. نعم، إلى أولى القصائد التي سنبدأ بها هذه الحلقة من بيت القصيد. اقرأ علينا الآن ما بين يديك من قصائد، تفضل. إلى القصيدة. نعم. الأولى أستاذ محمد. يا دار. نعم، لك أن تبدأ أستاذ محمد، تفضل. نعم 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 نعم، بس حتى تكون القصيدة أمامنا علنا. القصيدة بعنوان يا دار. يا دار حسبي أنها لي دار، ولئن نأيت فتلكم الأقدار، ولئن جبرت على فراقك مرغما حتما تعود لدوحها الأطيار. يا دار ما عذب القريض لمثلها، وبحسنها تتخلد الأشعار. الدار ليست يا أخي حجارة، لكنها روح القلوب تثار. ولا ذكر حمصى، ولا ذكر حمص على الفؤاد كأنه يسري على صمت الدجى قيثار. فكفى تلمني يا أخي بعشقها، وأنا المعنى ما لدي خيار. عقد من الآلام يعصرني الأسى، والشوق نار بالحشا وأوار. عقد من الآلام دونك موطني، كطريح أرض ما عليه دثار.
وليت وجهي نحو إخوان لنا، ولوا الظهور لوجهنا وأداروا. من قال؟ من قال أن العرب تجمعهم عرا، أو أنهم لدمائهم أغيار؟ انظر إلى شام الرباط وما بها جرح يئن وما له أنصار. في كل ركن من بلادي حرقة، فاجبر إلهي إنك الجبار. يا الله، يعني لا فض أفوك على هذا النص المليء بالشجن والحزن الممتد في جسد الحرية وفي روح كل باحث عن هذه الحرية التي هي حق لكل إنسان. لماذا هانت عليكم سوريا فتركتموها فهجرتموها فخرجتم منها؟ قد يقول قائل غير مطلع على طبيعة الظروف التي يعيشها الشعب السوري. تفضل. هناك نص قرآني، آية قرآنية تقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين. قال لما لم تهاجروا فأرض الله واسعة، إلى آخر الآيات. أي أن الذي يرضى بالظلم هو آثم من الوجهة الشرعية. نحن لم نخرج طوعا يا أخي، نحن خرجنا مكرهين لنسلم بأبداننا وأولادنا. ألا تحنون؟ ألا تشتاقون؟ ألا ترغبون؟ ألا تودون العودة؟ ألا تحنون كثيرا لهذه الأرض؟ أم أن الغربة سرقتكم فباتت أجمل من وطنكم؟ يقول متحامل من المتحاملين. سأجيبك بما يلي. تفضل، يسعدني. أكيد هنا قصيدة تجيبك على تساؤلك هذا. إلى القصيدة إذن. أتمهلني الحياة ليوم ألقى حبيبا غائبا ناجيت ظله، وتسعفني السنون وقد تولت، وهذا العمر قد أنفقت جله. أعل البعد من دمعي أجاجا، أعل البعد من دمعي أجاجا، فهل لي من زلال الوصل عله؟ أعل البعد من دمعي أجاجا، فهل لي من زلال الوصل عله؟ تخاتلني الأماني في وعود، وهل تدرون للآمال ملة؟ علام البشر ينبذني بعيدا، ويزعم أنني لا لست أهله. الله الله. ولكن ما يعزيني يقيني، ولكن ما يعزيني يقيني بأهل البشر أنهم أقلة. لفظ فوق وطاب هؤلاء الأهل. أكمل. وما عشقي سوى بلد الذي قد أطال صدوده وأتوق وصله. متى ألقاك يا شام بدمع، وأزرع في ثرى الفيحاء قبلة؟ أجالد قلبي المحموم شوقا، وأشكو من فراقك ألف علة. أسأل الله أن تزول هذه العلة وتنتهي أسبابها وتعالج، فطالما ظل جسد سوريا جريحا لن يهنأ بال الأمة وكل الأحرار فيها، ولن ترتاح لهم قريرة، ولن يهدأ لهم جفن، ولن ينام إن شاء الله. أستاذ محمد، من جديد دعنا نذهب إلى التساؤل قد يطرح نفسه، أو بالفعل يطرح نفسه على حضرتك. يعني الآن إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الألم والحبر، أيهما يشحن قلم الشاعر أكثر، الحبر إذن الطبيعي أم الألم حبرا مجازيا؟ إذن سأجيبك على تساؤلك هذا بقصيدة.
أنا أريد منك قبل القصيدة أن تجيبني من تلقاء إحساسك كشاعر صاحب تجربة. لتعد سؤال لو سمحت أستاذ مصطفى. مرة ثانية، بين الحبر وبين الألم كحبر مجازي، أيهما الذي يعني يأخذ الشاعر أكثر إلى العمق في القصيدة، الألم العادي أم الألم الذي يعيشه فيدونه حبرا؟ الحبر الأحمر يا صديقي. نعم، الحبر الأحمر دائما يدون الإنسان ألمه. لا أعلم لماذا حضرتك مقل في الإجابات، يبدو أنك تحب الاختصار كثيرا ربما أستاذ محمد. على أي حال، إلى الشعر مجددا، تفضل. تفضل أستاذ محمد إذا كنت تسمعني. جاهزين إن شاء الله، جاهزين إن شاء الله، جاهزين يا الله. يمر الشاعر بفترات جمود القريحة. نعم. لئن عصتك عن الإفصاح قافية، فليس للبوح إن ضاق الفؤاد فم. أراود الحرف والهانا ويهجرني، فيعظم الشجو في صدري ويحتدم. أطير بالشعر والآفاق قاتمة. أرجو الصباح وقد حاقت بي الظلم. القاطعون صلات الفكر قد أثموا. إثم عظيم إذا ما تقطع الرحم. والواصلون هم الأولى بصحبتهم، أهل التواضع لكن بالتقى عظموا. هنا أجيبك على سؤالك. كأن دمعي في تقطر الشعر أوجاعي، تقطر الشعر أوجاعي على قلمي. كأن دمعي في الأوزان ينتظم. كم من جريح يريق الحبر من ألم. أريق حبرا به، لا بل أريق دمه. هل انتهت القصيدة؟ نعم. أشكرك على هذا الإلقاء، سنخرج الآن إلى قصيدة لأحد الشعراء ومن ثم نعود، ابقوا معنا. إن شاء الله. في الأهل لا ملتجأ، إلى أين في الظل لا متكأ. بعكازتين يسير الصواب ويعدو على قدميه الخطأ. وأقصى خيالي ألا أبالي بمن ضمد الجرح أو من نكأ. لعبت مع العمر غميضة إلى الآن لم أجد المكتبة. بلادي التي، يا بلادي التي إذا جاءها حلمها لم تجد. وقد يجبن الصوت فوق شفاهي إذا الدمع تحت الجفون اجترب. أيشفع لي فيك أن دمي يحبك إن شاء أو لم يشأ. عزيز على القلب أن تحضنيه كما يحضن السهم صدر الرشا. فإن شئت أن تقتلي عاشقا فلا تقتلي أمام الألم. بلاد الغريب، منافي الغريب، ورعب أكس الكتب. متى يفشل النهر في الامتحان؟ إذا علم النهر درس الظما. تلكأت في حفلة الهالكين لعل السفينة لم تمتلئ. تعلمت في الحب أن البلاد على نبض أحبابها تتكئ. يدي تسند الآن أهرامها المهيبة خيفة أن تنكسر. على إثرهم
خطوة خطوة، بيوت وراء الخطى تنطفئ، ومن هيبة الدمع خلف الزجاج يكاد الزجاج يعاني الصدى. أنا آخر الحالمين الكبار بأن يجبر الماء عجز الحمى على كوكب بائس. كان لي كلام النبوات منذ ابتدى، ولي أخوة ضعف عد الكواكب في الليل، والليل لم يستطر، وكانوا يخيفون ذئب الفلات، وكنت وراء أبي أختبر. رعينا معا غنمات السنين، رحلنا معا حين جف الكلى، وها نحن بعد الخريف الطويل وبعد ربيع وحيد طرأ، فقدنا أخوتنا في اللسان، فلا خبر بعد لا مبتدأ. حياكم الله أعزائنا المشاهدين مجددا، نرحب بكم في هذا العدد المتواصل معكم من برنامجكم بيت القصيد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم معنا عبر سكايب من لبنان الشاعر السوري الخلوق والمهذب والجميل الأستاذ محمد جميل زكريا، ولك من اسمك نصيب. حدثنا الآن عن الواقع الشعري من وجهة نظرك كمتابع ومتلقي أكثر من وجهة نظرك كشاعر وكاتب، تفضل. كيف ترى الحراك الشعري بشكل عام؟ هناك لا شك عصر ازدهار للقصيدة وللشعر في هذا الزمن، ولكن ما أراه قلة الشاعر الملتزم، ندرة الشاعر الملتزم. دائما يكون الشاعر منفصلا عن الواقع، خاصة في أيامنا هذه وما نمر به من نكبات وآلام. أرى شعراء كل يوم أو يومين يخرجون لنا بقصيدة غزلية وسط هذه الآلام وهذه النكبات. على الشاعر أن يكون ملامسا لواقعه غير منفصلا عنه، وهذا المأخذ الذي أراه على الواقع الشعري في هذه الأيام. لكن قد يقول لك قائل إن ملامسة الواقع أيضا يا أستاذ محمد لا تعني أن أكون فقط في قمقم الكلام عن الوطن والقصائد الممتلئة حزنا فقط، يعني يا أخي من باب روح القلوب ساعة وساعة، أم أنت تختلف أصحاب هذا التوجه أيضا تختلف معه؟ أنا أختلف نسبيا، ولكن أنا أرى بأن الشعر وظيفة، الشعر وظيفة ورسالة، الشعر رسالي، والشعر هي وظيفة ورسالة، والشاعر هو رسولها، رسول الكلمة. كيف يطيب لي أن أقرأ قصيدة غزلية وسط هذه النكبات وهذه الآلام؟ لماذا لا نشير إلى الواقع، إلى الآلام؟ لماذا لا تكون الكلمة هي البلسم، هي العلاج لهذه الأمراض؟ أحسنت قول، نعم هذا كلام صحيح. هذا ما أراه من خلال متابعتي على صفحات الفيسبوك والتواصل مع الشعراء، أرى انفصالا تاما عن الواقع. نعم، لكننا نشعر أو نجد أن الشعراء السوريين بشكل عام خصوصا، بدأنا نتحدث هنا عن الشعراء السوريين بحكم أنه حضرتك سوري، الشعراء السوريين نجد أن الكثير منهم يعني يعكف على فكرة الوطن، الهجرة، اللجوء، المنفى، الحزن، إثراء الروح الشعرية بفكرة الثورة، بفكرة الحرية والبحث عنها والتمسك وتشبث بالأمل. يعني لا يزال الشاعر السوري في مختلف أماكن وجوده متشبثا بهذه القيم والمبادئ الجميلة. صديقي، هذا ما يفرضه الواقع المعاد، الواقع السوري الأليم، هذا ما يفرضه الواقع الذي يعيشه السوريون من تهجير وتعذيب وقتل وتشريد. مشاهدينا الكرام، الآن بإذن الله سنخرج إلى فاصل قصير، ومن ثم نتابع ما تبقى من حلقة هذا المساء الجميل من بيت القصيد. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. We'll be right back.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين لهذا العدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم بضيف هذا العدد، معنا الشاعر محمد جميل زكريا، شاعر سوري المقيم في لبنان. مجددا قراءة في قصيدة جديدة. أستاذ محمد لك المنبر، تفضل. بغير ذكرك هذا القلب ما صربا، ودون وصفك ماء الشعر ما عذبا. بغير ذكرك هذا القلب ما صربا، ودون وصفك كل الشعر ما عذبا. ودون وصفك كل الشعر ما عذبا. جميل هذا البيت، أكمل. ولا أراني عند النظم مقتدرا أن أجعل الحرف كالسلسال منتكبا، إلا وطيفك يا فيحاء يسكنني، ما طاب حرفي إذ ما طيفك انسحبا. من يمسح الدمع، من يمسح الدمع إذ ما هل وانسكبا، من يخمد الشوق في قلب إذا التهبا، من مبلغ العرب أني من تخاذلهم أكابد الهم والإعياء والنصب. تناهشتني وحوش الغاب قاصبة، ما ظل ذئب بأقصى الأرض ما وثبا، لم يشهد الدهر مأساة مزلزلة، وما سمعت ولا التاريخ قد كتبا. يا راتعين ببحر النفط في دعة، ووجهكم بغبار الذل قد شحبا، حينا عجبت من المحتاج ذلته، لكن ذلتكم لم تبقي لي عجبا. وما سأكتب عن قومي فوا خجلي، وجه القصيدة من أفعالهم ندبا. شام العروبة تدعوكم لنجدتها، أين النصير إذا ما حقها انتهبا؟ أين الغيارة، أين الغيارة على مجد يعاث به؟ فالله إن نزال الثأر قد وجبا. صوب رماحك نحو الظلم منتقما، لا تركنن لذل واستشط غضبا. البغي يدبر إن طال الزمان به، والحق يشهد للأيام منقلبا. والحق يشهد للأيام، لابد أن الحق سينتصر إلى أهل الحق وإلى من يبحثون إن شاء الله عنه. لا نشك في ذلك، ولا شك في ذلك أنه قادم وواقع لا محالة يوما إن شاء إذا الله. أردنا إن شاء أن نتحدث الله. اليوم عن فكرة المبدأ والرسالة، كيف يمكن للشاعر أن يختار رسالة جماعية في ذات الوقت الذي يحافظ به على أهدافه الشخصية؟ هل يمكن أن تلتقي الأهداف الشخصية مع رسالة جماعية يلتقي بها الشاعر وآخرين؟ سألتك أستاذ محمد. نعم، تفضل بالإجابة. سؤال، أرجع إعادة السؤال معلش. مرة ثانية، الشاعر نعم. صاحب الأهداف الخاصة، وهو نعم. في ذات الوقت يحمل رسالة، هل تتعارض نعم. فكرة أن له أهدافا خاصة مع الرسالة التي يحملها باعتقادك؟ الرسالة هي رسالة، أنا برأيي الرسالة هي رسالة أمة، رسالة شعب، تتفق في جانب منها مع الجماعة في هذا المنحة، أنها رسالة أمة ورسالة شعب ورسالة مجتمع، وتنفصل في أهدافه الخاصة. يكون لكل شاعر طابعه الخاص، لكل شاعر الأنا الخاصة به والنحن التي يندمج بها مع المجتمع ومع الآخرين. نعم. الآن أريد أن أسألك سؤالا ربما يكون مفاجئا أستاذ محمد، ما الذي تريده من الشعر؟ نريد منك أن تعترف. هل أعيد السؤال مرة ثانية؟ لا، ماذا أريد من الشعر؟ نعم،
أريد طبعا الشعر سبق وأن قلت لك هو رسالة وهو وظيفة لها دور في المجتمع، لها دور في كل مكان وزمان. نعم. أريد من الشعر أن يرتقي بالفضيلة، بالمبادئ، أن يكون له دور في بناء المجتمعات، في بناء النشأ. نعم. لا أن يكون مجرد قصائد غزلية وما شابه. أحسنت. لكل قصيدة يكتبها الشاعر قصة تسبق هذه القصيدة، أو موقف أو حدث أو دافع أو خاطر ألح عليه فكتب. حبذا لو تحدثنا عن موقف لا يمكن لك أن تنساه دفعك إلى كتابة قصيدة معينة. لا نريد أن تقرأ علينا القصيدة، ولكن نريد أن تتحدث لنا عن الموقف الذي دفعك إلى كتابة قصيدة ما قبل أن نذهب إلى الشعر مجددا. تفضل. الموقف الذي كان هناك موقف دفعني لأكتب قصيدة هو الفيتو الروسي والفيتو الصيني اللذان كانا يمارسان على هضم حق الشعب السوري في مجلس الأمن، فكتبت قصيدة حول الفيتو الروسي والفيتو الصيني. نعم. هل القصيدة متوفرة بين يديك الآن؟ ولا أريد ولا أحبذ إلقائها. مطلعها فيتو روسي فيتو صيني هذا أمر لا يعنيني، لا لفروفا ولا بوتين عن أهدافي لن يثنيني. قصيدة أتحفظ في هذه قصيدة الحلقة. شعبية أقرب إلى العوام والبسطاء من الناس. حسنا. على أي حال الآن خذنا إلى قصيدة جديدة تود إلقائها علينا. تفضل. نعم. الجاثمات من الهموم ثقالا، والنائبات كما النصال تتالى، والدامعات مدى الزمان قصائدي، واسمع إلى صوت الأنين تعالى. ناديت شعري كي يبين مواجعي، فأدار طرفا في الأسى وأجالا. فالشعر ليس قلائدا ومراودا، وبه أزين زينبا ووصالا. الغافيات على الرجاء أمانيا، والدهر أخر منيتي وأطالا. يا غربة تصل الفؤاد بتمرها، وتزيد روحي لوعة ونكالا. خذني لظل عريشة في موطني، أنا لم أجد بعد البلاد ظلالا. أنا لم أجد من بعد حمص هناءة، كل الشجون توافدت أرتالا. ربي أجرني ما لغيرك شكوتي، واجعل أجاجي للربوع زلالا. أحسنت يا أستاذ محمد. كثيرون أحيانا يعني يقولون لماذا نجد الشعراء يبرعون بكتابة القصائد، وأحيانا يعني تفرض عليهم بعض المواقف أن يتحدثوا بها فنجدهم ربما شبه عاجزين. هل أحيانا المواقف تفرض ذاتها على الشاعر، أم أن للشعر والقصيدة طقوسا مختلفة؟ تختلف من شاعر إلى آخر. الشاعر يفرض عليه الموقف والحالة التي يمر بها، يفرض عليه لون القصيدة. نعم. أما الصانع أو الناظم لا يتأثر حسب ما أعتقد. إجابة موافقة. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن فكرتك الخاصة والقصيدة، إلى أي حد ترى أن ما تكتبه يمثلك ويمثل طموحاتك وأهدافك ومبادئك والرسالة التي تحملها؟ هل ترى أن ما تكتبه فعلا بلغ مستوى الرسالة التي تحملها، أم أنك لا تزال تجتهد؟ تكاد تحس القلب بين سطورها وتمسح بالأردان مجرى المدامع. أنا قصائدي تمثلني 100%. لست منفصلا
عنها أبدا، لا معنويا ولا نفسيا. القصائد هي أنا. نعم، إلى جديد القصائد الآن، اقرأ ما تحب، تفضل من جديد، خذنا إلى نص آخر. أستاذ محمد هل تسمعني؟ نعم أسمعك أسمعك. طلبت من حضرتك أن تقرأ علينا وعلى السادة المشاهدين نصا شعريا جديدا، لك الكلمة تفضل. زاد قهري واكتئابي، خيم الحزن ببابي، من زمان صرت فيه راجفا أبدي ارتيابي، ضاق صدري من هموم هولها أقصى صوابي. أنصتوا يا صحب إني جئتكم أتلو خطابي، جئتكم والقلب مدمى يرأف الصلد لما بي، موجع أضحى شعوري أن للعرب انتسابي، موجع أضحى شعوري أن للعرب انتسابي، بات هذا النسل عندي بعض أنواع العقاب. يوم كان المجد فينا كان موقورا جنابي، كنت ليثا من ليوث أشوسا يخشى اقترابي، ماذا قومي أجيب إنني أرجو جوابي. إذا أردنا أن نتحدث الآن أستاذ محمد عن فكرة القيمة الأخلاقية من النص الشعري والفكرة المبادئية من القصيدة، كيف يمكن للشاعر أن يؤثر في جمهوره فيغرس بهم هذه المبادئ، أم أنها تختلف من شعر إلى آخر من حيث يعني قدم التجربة وقوة التأثير؟ لا شك بأن قدم التجربة لها الأثر الكبير في إرساء مبادئ لدى المستمع للقصائد أو للمتابع للشعر. مالي أراك صمت، يبدو أنك اكتفيت بهذه الإجابة. لا 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 لا، السؤال شوي. لا مشكلة، تحدثنا عن فكرة بسيطة مفادها الشاعر صاحب الرسالة وإيصال هذه الرسالة للعوام من الناس، هل تعتمد على فكرة أقدمية الشاعر فقط أم أيضا تعتمد على قوته وتأثيره من حيث ما يكتب، تأثيره في الناس؟ تعتمد على قوة الشاعر وتأثيره ومدى ملامسته لآلام الناس ولقضايا مجتمعه وشعبه. لا شك بأن صدق الشاعر هو الأس وهو المعيار الذي يبنى عليه. أستشهد لك بشاعر، الشاعر أنس الدغيم، يلامس كل قلب في هذا المجتمع. أحسنت، وربما كثيرون يميلون إلى طرحك فيما يتعلق بالشعر أنس الدغيم، ولا شك في ذلك. أنا أحفظ كل قصائد أنس الدغيم. ما شاء الله. الآن أود أن أسألك طبعا، وهنا نطير تحياتنا إلى كل الشعراء الأحرار، كل الشعراء أصحاب المبادئ السامية وأصحاب الأثر الطيب، منهم الدكتور أنس الدغيم ومن هم على شاكلته من حملة أمانة الكلمة. الآن لو سألتك عن أمنيتك الشخصية التي تتمنى أن تتحقق في إطار هذا الإبداع الذي تحبه، الكلمة والقصيدة، ما هي أمنيتك؟ أستاذ محمد، فيما يتعلق بالشعر والكلمة بشكل عام أو فيما يتعلق بالشعر، لك حرية الإجابة والتغريب والتشريق يمنة ويسرى، تفضل. بدك تعيد السؤال أستاذ مصطفى؟ أكرر السؤال عليك مرة ثانية، أمنيتك إنسانا وشاعرا باختصار. نعم، أمنيتي إنسان وشاعر.
على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي أمنيتي بأن أصل إلى قلوب كل الناس من خلال قصائدي، من خلال أعمالي ونصوصي الأدبية. أتمنى للشعر أن يعبر عن قضايا الأمة، عن قضايا المجتمع، أن يلامس جراحات الناس، أن يكون البلسم الذي يطيب تلك الآلام. نعم. هذا كل شيء. قد يقول قائل أو يسأل سائل من المشاهدين الكرام أو المتابعين للأستاذ محمد أو لغيره من المتابعين، قد يقول أنت تقول أنك تريد لكلمتك أن تصل إلى الكثير، وهذا حق مشروع طبعا لكل كاتب، لكل صاحب هدف، لكل صاحب رسالة، لكن ألا ترى أنك مثلا، هذا السؤال طبعا ليس مني ولكن من كثير من المتابعين، ألا ترى أنك ينقصك الكثير من الأشياء حتى تكون رسالتك يعني عريضة تسع أو تتسع إلى الكثير من الناس فتصل إليهم؟ ماذا ينقصني؟ ربما المغامرة، ربما تكرار المحاولة، ربما الانفتاح على الناس بشكل أوسع من فكرة الاكتفاء بنشر أبيات قصيرة، يقول قائل، أم أن للمسألة خطة معينة في ذاتك وتحب أن تتحدث عنها؟ أستاذ مصطفى، كل إنسان ابن ظروفه. أحسنت. نحن نعاني من ظروف. وأنا لا أختلف معك أبدا في هذا الكلام، لا أختلف معك أبدا في هذا الطرح، إنما أنا أؤيد وأصدق على صحة كلامك. تفضل أكمل. مفصل السؤال عني. تفضل أكمل فيما يتعلق بفكرة التأثير على الجمهور. أنت كمحمد جميل، هل ثمة رؤية أو خطة ترى من خلالها، خطة لديك حتى تصل بحرفك إلى عوام الناس؟ عوام الناس؟ عوام الناس، النخبة، المحبين، المريدين، المتابعين بشكل عام، كل من يرغبون بالاستماع إلى الشعر. صديقي، أولاً جمهور الشعر قليل جداً في الوطن العربي، قليل جداً. أنا أرسم لكي أصل إلى الذين يقرؤون الشعر، الذين يتذوقون القصيد. أطمح بأن أنمي قدراتي، أن أفعل آلية التخيل. أنا في قصائدي أعتمد المباشرة والتلقائية والسردية، وهذا أسلوب كلاسيكي لا شك. أنا أطمح أن أطور نفسي على مستوى الشخصي في موضوع التصوير وتفعيل آلية التخيل بالنسبة إلى الشعر، وأطمح لأن أصل إلى قلوب كل قارئ للشعر، كل متذوق للشعر. وآمل أيضا أن كل إنسان يقرأ الشعر، كل إنسان يلم بالعربية. أنا أجد نفسي الآن وحيدا، أنا أجد في منطقة التي أعيش بها، أجد نفسي وحيدا، لا أحد يقرأ الشعر، لا أحد يتذوق الكلمة. عشت يا أستاذ محمد، وأتمنى من الله أن تنكشف الغمة قريبا وتلامس جبهتك أرض وطنك الطاهر. الآن خذنا إلى القصيدة الختامية، لأننا يعني أوشكنا نصل إلى ختام هذا البرنامج، إلى القصيدة الختامية أستاذ محمد جميل زكريا الشاعر السوري، تفضل. أحدق في الممالك لست أدري، أحال بعد هذا الحال يزري، هنا وهناك أشواقي حريق، لماذا لا مكان لكل حر؟ أحدق في الممالك لست أدري، أحال بعد هذا الحال يزري، هنا وهناك أشواقي حريق، لماذا لا مكان لكل حر؟ والله لماذا الأرض ضيقة وحلمي يقود الحرب في كر وفر؟ أفتش في المدائن عن معين،
يكثف أدمعي ويشد أزري، ولكني بحثت ودون نفع كفاقد إبرة في قعر بئري. أنا العربي قد ضيعت مجدا لدهر كان مدعاة لفخري، ورثت العز عن آساد خفر ترى راياتهم في كل شبري. أنا العربي قد طال احتضاري على حمل المذلة ناء صبري، فما الإذعان يوما كان طبعي، سل التاريخ يا هذا لتدري. ما شاء الله، يعني أنت جميل في هذا النص أستاذ محمد. حدثني الآن عن الأمنية التي تتمناها من أجل سوريا التي تحب، تفضل. أتمنى أن تعود سوريا قلعة العرب، قلعة المفكرين، قلعة الأدباء، حاضنة الفكر، حاضنة الثقافة. أرجو من الله أن يخلصنا مما نحن فيه، وأن تكون سوريا كما كانت على مر الأزمان منارة للثقافة والأدب والعلم وللتسامح، وأن تكون موئلا لكل من يعشق الحضارة. دمشق هي أم الحضارة، دمشق أزلية أبدية، دمشق عمرها 7000 سنة. في أمريكا أشهر كنيسة اسمها كنيسة يوحنا الدمشقي. فسوريا هي الأساس، هي أساس الحضارة في كل هذا العالم. أستاذ محمد، في ختام هذا البرنامج هناك سؤال أخير كنصيحة منك إلى كل من يحبك وإلى كل من يتابعك وإلى كل من يحب اللغة العربية والقصيدة. باعتقادك، وأنا أريد طبعا إجابة منك كمتلقي للشعر أكثر من كونك تكتب الشعر، باعتقادك الشاعر الناجح ما هي الخصال التي ينبغي أن تكون حاضرة فيه حتى يسمى شاعرا ناجحا ومؤثرا؟ الخصال التي يتمتع بها الشاعر يجب أن يكون صادقا مع نفسه أولا، نعم، ملامسا لآلام الناس، يعيش الواقع، لا أن يجلس في برج عاجي ويكتب شيء لا نعيشه أبدا. أريد من الشاعر أن يكون ابن هذا الواقع، ابن هذا المجتمع، أن يعبر عن آلامه وآماله وطموحاته. أريد أن يكون هذا الشاعر جزء من هذا الهم المشترك. نعم، تريد للشاعر أن يكون ابنا لهذا الواقع، يعني اختصار رسالة شاعرية مجتمعية لا تنسلخ عن قيم وموروثات وواقع المجتمع الذي يعيش فيه هذا الشاعر. للأسف وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أستاذ محمد، كنت سعيدا جدا رفقتك هذه الدقائق. إن شاء الله، شكرا لكم ولقناتكم الكريمة ولجميع العاملين عليها. شكرا جزيلا، أشكرك من القلب. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل إن شاء الله يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.